بكل وقت صعب منمر فيه منفكر إنه هي أسوأ مرحلة بالتاريخ، ولسوء حظنا نحن يلي عم بنعيشها، هيك طبيعة البشر. بس إذا منرجع للتاريخ راح نلاقي كتير أحداث صعبة وقاسية مرت على هالبلد. خلونا اليوم نحكي عن واحدة من الأحداث هاي. مين ما بيسمع عن هولاكو، القائد المغولي يلي انتهك البشر والشجر والحجر بسوريا. بس شو القصة الكاملة لهولاكو بسوريا؟ أنا رح بحكي لكم ياها. بسنة 1258 استولى هولاكو على بغداد وقضى على الخلافة العباسية، وبسنة 1259 قرر دخول سوريا، فبعت له الناصر يوسف حاكم دمشق يستعطفوا سوريا وأهله، لكن هولاكو رفض ورد عليه برسالة تهديد إنه رح يدخله، وإذا حدا بيوقف بوشه رح يحرق الأخضر واليابس. السوريين هون صابن الرعب والخوف، وكتير منهم طلعوا من سوريا باتجاه مصر، وكتير ناس ماتوا على الطريق قبل ما يوصلوا مصر بسبب البرد أو قطاع الطرق. طلع هولاكو من بغداد بعد ما بطش بأهله وحرق أهم معالمه، وراح باتجاه مدينة حلب السورية، وبالطريق حاصر مدينة حران بالمجانيق واستولى عليها ونهبوا جنود القرى يلي على ضفاف الفرات. وقت عرفوا أهل حلب إنه المغول على الطريق غادر عدد كتير كبير منهم المدينة، ووقت وصل الجيش المغولي لأبواب حلب طلعوا الجنود السوريين يحاربون وانقتل عدد كتير كبير منهم. بعدين بعد هولاكو قائد جيش المغول لأمير حلب الملك المعظم تورن شاه ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي ليطلب منه تسليم المدينة، بس الأمير رفض وقرر يدافع بجيشه عن المدينة لآخر لحظة، فحاصر المغول الأسوار واقتحموا المدينة بعد 7 أيام، قتلوا أعداد كتير كبيرة من الحلبيين وسبوا النساء الحلبيات وعطوهن لزوجات المقاتلين المغول، وسجنوا أطفال الحلبيين ونهبوا الأموال والممتلكات وحرقوا المكتبات والمزارع. استمرت المجزرة 5 أيام بلياليا وامتلت الأرض بجثث أهل حلب، حتى صاروا المغول لما يمشوا بحلب يمشوا فوق جسس لأنه ما ضل مكان ما تعبى فيه. ورغم السقوط صمد أمير حلب مع عدد من الجنود بقلعة حلب، فحاصرها هولاكو لحتى قدر يقتحمها ب 25 كانون الثاني 1260 ميلادي. خرب القلعة ودمر أسوارها وجوامعها وبساتينها، وسمح هولاكو للأمير تورنشاه إنه يطلع من حلب بدون ما حدا يقتله أو يتعرض له. لكن الأمير ما تحمل يلي صار بمدينته ومات من القهر والحزن بعد سقوط حلب بأيام. وقت وصلت أخبار سقوط حلب لدمشق وعرفوا بالمجازر الفظيعة يلي صارت، قرر أعيان دمشق بقيادة الوزير زين الحافظي تسليم المدينة بدون قتال لتجنيب الانتهاكات وسفك الدم يلي صار بحلب. وفعلا هاد يلي صار، دخلوا المغول مدينة دمشق بدون قتال بعد سقوط حلب ب16 يوم. وهي كانت قصة من القصص القاسية كتير يلي مرت فيها بلدنا وتعرضت فيها للظلم والوحشية والانتهاك، ومثل ما زالت هديك الغمة وضلت بلدنا رح تزول هي الغمة وتضل سوريا. المنقوش معي أنا رئيفة.